نستعرض اهم نتائج مباريات اليوم. النهارده الحقيقه كان في اربع مباريات، المباريات اتلعبت الساعه 5 والساعه 9. اربع مباريات، هولندا بتفوز على المنتخب القطري بهدفين مقابل لا شيء، ثم السنغال اللي تتصدر طبعا هذه المجموعه. هولندا بتفوز على قطر وتتصدر هذه المجموعه، اما السنغال بتفوز على الاكوادور بهدفين مقابل هدف وتصبح ثانيا في هذه المجموعه. المباراتين الأخيرتين كانتا في تمام الساعة 9. إيران بتهزم من أمريكا بهدف مقابل لا شيء، لتصعد أمريكا إلى الدور ال 16 كتاني لهذه المجموعة. ثم إنجلترا بتواصل تألقها وتفوز على ويلز بثلاث أهداف مقابل لا شيء وتصعد أول عن هذه المجموعة. دي أهم نتائج مباريات اليوم. خلينا نبدأ يا كريم بمباراة هولندا وقطر. هذه المباراة اللي انتهت بفوز هولندا على قطر بهدفين مقابل لا شيء. يعني مباراة أنا شايفها كانت نزهة للمنتخب الهولندي. نعم. قبل مع الدور ال 16 لويس فان خال يعني في الشوط الأول لعب بتشكيله الأساسي، ما فكرش إن هو يعني يشارك أي من البدلاء ولعب بشكل جدي للغاية. خلصوا المباراة تقريبا في الشوط الأول، يعني اللي شاف المباراة هيلاقي إن المنتخب القطري فعلا يعني مالوش حتى اي هجمه خطر على المرمى المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي بكل سهوله كان بيوصل لمرمى المنتخب القطري. بصراحه المنتخب القطري للاسف سجل رقم سلبي للغايه هيذكره تاريخ المونديال. كل بطوله هنحضرها في المستقبل لازم هنقول الرقم ده، ان قطر الدوله المستضيفه الوحيده في تاريخ المونديال اللي ودعت البطوله من دور المجموعات بدون ان تحصل على اي نقطه. نعم. وهي تاني دولة مستضيفة لمونديال تودع دور المجموعات بعد جنوب أفريقيا 2010. للأسف نتائج كانت مخيبة للأمال رغم الإعداد اللي وصل لأربع سنوات، شمل المشاركة في كوبا أمريكا، شمل المشاركة في الجولد كاب الخاص بأمريكا الشمالية، شمل المشاركة كمان في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال. عدد كبير جدا مباريات ابتسام تعدى ال 60 وال 70 مباراه دوليه، ولكن الفريق في الاخر للاسف قدم مستوى سيء للغايه، وكان طبيعي جدا 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 انه يحتل المركز الاخير في المجموعه. طيب هذه المباراه ايضا زي ما كريم قال يا ايمن ان هي مباراه يعني ليس في الامكان افضل من مكان، على الرغم من ان المنتخب القطري الحقيقه كان في كلام قبل المباراه انه ممكن جدا لو كسب المنتخب الهولندي يصعد يعني كتاني للمجموعة. كان كان خلاص يعني ما فيش اي امل. هي الفكره كلها ان يعني هم كانوا بيحاولوا ان قطر يعني تعمل يعني بس كده يعملوا حاجه. الحقيقه كلنا فوجئنا بمستوى القطر زي ما كريم قال. هي الفكره ان اي حد متابع المنتخب القطري واستعداداته حتى في السنين الاخيره مستحيل يتوقع ان هم يظهروا بالشكل ده. يعني ممكن تخسر بس تخسرش بالشكل ده. هم ثلاث مباريات اللي لعبوها اسوأ من بعض يعني. بالظبط. ما فيش حتى ماتش السنغال لما فاقوا شويه ده كان فاول، لان السنغال لما حطت الجونين انت عارف ساعات عادات اللعيبه الافارقه كده اللي هو ايه 2-0 يريحوا شويه. فحتى لما السنغال داس رجع داس تاني جابت الهدف الثالث. فهي قطر للامانه الموضوع بالنسبه لها يعني كان صعب وغريب ومفاجئ وحاجه غير متوقعه. يعني في حاجات نقول متوقعه لكن ده لا حاجه غير متوقعه. ومجموعه في المتناول يعني في المستويات نفسها مع استعدادات قطر تقول ان لا المجموعه سهل ان قطر كانت تتعامل معاه بشكل افضل من كده. ولكن الاكوادور والسنغال الصراحه هم اللي كانوا يعني السنغال لما خسرت من هولندا اول مباراه كابتن اسلام كلنا كنا نقول ان السنغال كانت افضل. يعني السنغال لعبت لكن اخطاء ساذجه وقتها لمندي هي اللي خلصت الماتش لهولندا. الاكوادور نفسها لما لعبت هولندا لقت معاها ماتش كبير الاكوادور مع قطر ماتش. حتى الاكوادور والسنغال كانت مباراه ممتعه وسجال والمنتخب السنغالي قدر ان هو يصعد. فالمنتخب القطري للامانه زي ما كريم قال كده هي التاريخ هيفضل يذكر ان اي ما نيجي نقارن اي دوله مستضيفه ان دايما قطر هتبقى باسوأ ارقام رغم التنظيم الرائع لكن كمنتخب ونتائج هتفضل الارقام دي سلبيه.